مرحبا بكم في اشيري سي بيز. اليوم سنقدم لكم طريقة تحضير ملين للشعر الجاف والمتضرر. سنحتاج في المقادير كأس من ملين الشعر، ممكن استعمال اي نوع من الملين، نصف كأس من كريمة الطبخ، ممكن استبدالها بنصف كأس من زبادي طبيعي او ياغورت، نصف كأس من حليب جوز الهند يكون بهذا الشكل. سنحتاج الى ملعقة كبيرة من زيت اللوز، ملعقة كبيرة من زيت الخروة، ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، وملعقة كبيرة من زيت الحبة السوداء او حبة البركة. وسنحتاج الى ملعقة كبيرة من العسل، وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وملعقة كبيرة من زيت الاطفال. في وعاء نقوم بوضع ملين او البلسم، كريمة، حليب جوز الهند، عسل، زيت الزيتون، زيت الخروع، زيت جوز الهند، لأني أستعمل ملعقة صغيرة سأستعمل ملعقتين، زيت اللوز، زيت الحبة السوداء، زيت الأطفال، نقوم بخلط المقادير كلها مع بعضها البعض. الاستعمال نستعملها بعد الشامبو، بعد غسل الشعر جيدا من الشامبو نقوم بوضع هذا الماسك او البلسم على الشعر لمدة تقريبا 5 دقائق، نقوم بغسله جيدا، ستلاحظون النتيجة ان شاء الله بعد شهر. وبهذا نكون قد وصلنا الى نهاية الفيديو، اتمنى ان ينال اعجابكم. اذا اعجبكم الفيديو قوموا بعمل لايك وشاركوا في القناة ليصلكم دائما الجديد. اراكم في فيديو اخر مع وصفة جديدة. الى اللقاء.